أهلا بكم مشاهدينا في نشرة ظهيرة من قناة الجديد. نجح الحراك المدني بدفع الحكومة نحو اعتماد خيار لا مركزية معالجة النفايات عبر البلديات واتحاداتها في المرحلة المستدامة التي أقرها مجلس الوزراء من ضمن خطة الشيب في جلسته الماراثونية مساء أمس، لكن الحكومة نجحت في فرض خطة المطامر ضمن المرحلة الانتقالية ومدتها سنة ونصف السنة، وأعلنت اعتماد مطمر إسرار في عكار ومطمر المصنع في البقاع. وفي الردود الأولى على إقرار الخطة رفض بقاعي من بلدية عنجر وبلدية مجد العنجر إقامة مطمر في منطقة المصنع بين جديدة يبوس ووادي عنجر، وتحرك شعبي عند الساعة 6 مساء أمام مدخل مطمر النعمي رفضا لإعادة فتحه ولو لأيام معدودة. وبعيدا عن أزمة النفايات، نظم الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالا تأبينيا باستشهاد الشيخ المقاوم وحيد البلعوث قبل أيام بتفجير إرهابي في السويداء. وخلال الاحتفال الذي أقيم في دار الطائفة الدرزية في فيردان، ألقى النائب الممدد وليد جملاط كلمة شدد فيها على التضامن مع الشعب السوري، وقال: لا نتحدى أحدا ونحترم جميع الآراء ونقدر المواقف والالتزامات، وقد نظمنا الخلاف مع حزب الله حول الثورة السورية، وهم في موقع ونحن في موقع، ونحن نفهم موقف رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان، ولا نريد أن ينتقل التوتر إلى أي موقع. إذن احتفال تأبيني للشيخ الشهيد وحيد البلعوث في دار الطائفة الدرزية، ومن هناك وجه زعيم التقدمي رسالة من جبل كمال جملاط إلى جبل العرب. التفاصيل مباشرة مع الزميلة حليمة طبيعة من فيردان. حليمة، ماذا في تفاصيل كلمة النائب وليد جملاط؟ نعم كلارا، نظم كما ذكرت الحزب التقدمي الاشتراكي احتفال تأبيني كبير للشيخ وحيد البلعوث الذي اغتيل في السويداء يوم الجمعة الماضي. ألقى النائب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط كلمة أكد فيها أن الشعب السوري سينتصر، وأشار إلى أن الخلاف قد تم تنظيم الخلاف مع حزب الله حول موقعه وموقفه من الثورة السورية، وقال: نحن في موقع وهم في موقع آخر، وأكد أنه يحترم جميع الآراء وجميع الالتزامات، وكذلك موقف النائب طلال إرسلان مما حصل. وعند سؤاله يعني أيضا خلال خروجه من هنا، كنا قد تحدثنا معه عند سؤاله عن موقفه وتعليقه على ما قاله أبو ترابي وهو المتهم باغتيال الشيخ البلعوث وبتنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في السويداء، أكد لنا وقال أن كلامه يعني لا يستحق الاهتمام، ووصفه بأبو عدس السويداء أو أبو عدس السوري. وقال وخلال يعني هذا الاحتفال حضرت وفود شعبية كبيرة من وفود شعبية ودينية من مختلف المناطق، وكان بارزا حضور سياسي واسع. يعني أود أن أشير إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان من بين الحاضرين، وأيضا وزير العدل أشرف ريفي، النائب بهية الحريري، الوزير السابق غازي العريضي، الوزير أكرم شهيب، النائب عمار حوري وغيرهم، والنائب هوري حلو وغيرهم من النواب. وأيضا تحدثنا إلى الوزير وائل أبو فعور، حيث أكد أيضا شدد على ما قاله النائب وليد جملاط، وقال إن ما يصدر من بعض يعني كما قال يعني أبو ترابي، يعني ردا على ما قاله أبو ترابي، اعتبر أن أيضا كلامه لا يستحق التعليق. يعني ما زال دار الطائفة الدرزية يتقبل التعازي بالشيخ البلعوث وبمرافقه الشيخ فادي نعيم. نعم كلارا. نعم إذن نستمع إلى التصريح ومقابلتك مع النائب وليد جملاط. بس هل بتتهموا جهة معينة؟ هل هناك توجيه اتهام معين؟ منذ اللحظة الأولى اتهمت النظام السوري، منذ اللحظة الأولى. كيف تعلق على ما قاله أبو ترابي؟ أجركم الله. الأبو عدس الدرزي. كيف تعلق على اغتيال الشيخ البلعوث؟ وهل هناك جهة معينة تتهمون اليوم؟ يعني اللي قتل وحيد البلعوث هو ذاته الذي يريد ذبح الشعب السوري، هو النظام الذي يريد
وضع اليد على السويدة واستخدام السويدة بمواجهة أبناء درعا وحوران، ويريد وضع الدروز بمواجهة باقي أبناء شعبه. كيف تعلقون على ما قاله أبو ترابي في اعترافاته وقال أن هناك علاقة يعني هو على علاقة معينة بأبناء والده؟ سخيف، لا يستحق التعليق. أردناها رسالة إلى جبل العرب، جبل سلطان باشا الأطرش من جبل كمال جنبلاط. أردناها مناسبة تضامن مع جميع شهداء الشعب السوري دون استثناء، من أطفال درعا إلى حمز الخطيب إلى بالأمس الشهيد الرضيع إيلان. واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد. ليست مناسبة اليوم لتحدي أحد. نحترم جميع الآراء ونقدر المواقف والالتزامات، وكما تعلمون نظمنا الخلاف مع حزب الله حول الثورة السورية، هم في موقع ونحن في موقع، وكما تعلمون نفهم موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان، ولا نريد أن ينتقل أي توتر لأي جهة لأي دسكرة ولأي موقع. هم لهم رأيهم، رأينا، والشعب السوري، كل الشعب السوري سينتصر آجلاً أم عاجلاً. وفي هذه المناسبة، وهناك شعب بأسره يقهر، يقتل، تدمر بيوته ومدنه، لا بد لي من أن أحيي الموقف الجريء والكبير للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وللمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللذين يحتضنان الشعب السوري المشرد، الشعب السوري المشرد. ردا على خطة وزير الزراعة أكرم شهيب، رفضت بلديتا عنجر ومجد العنجر إقامة أي مطمر في مناطق البقاع. بيطلع يجيب ميفيات لعنا لفوق ما راح يرجع، راح ينطمر فوق معهم. نحن بنحذر الدولة، هيدي الحقيقة، بنحذر الدولة يتراجعوا عن الخطوة لأنه هي خطوة خطيرة، ونحن في خطوات لاحقة مع البلدية كلها سوا على مستوى البقاع كله سوا. البقاع كله سوا، نحن مستعدين نحرك البقاع كله سوا بالحق. ما بنقبل لوصولنا جو البقاع. البقاع نظيف يتركوا لنا اياه نظيف، يروح يدوروا على غير خيطوا بغيرها نتسلل. ما يفكر حدا يعمل مقبر عندنا، اللي بده يفكر عنه يعمل مقبر راح ينضمر هو فيه. مجدل وصويري واشي لبنان الشرقي، واثرها البيئي، اثرها الاقتصادي، واثرها السياسي كثير سلبي. سياحي، لانه هاي المنطقة السياحية الوحيدة بكل البقاع الاوسط. يعني بهالمشروع بدهم يلوثوا خزانات المياه الجوفية، السلسلة الشرقية، الموارد المائية الأساسية بالبقاع الأوسط، يعني الشريان الأساسي. نحن هاي عم نعطي جرعات سموم لكل أهالينا، فكل النازحين اللي عنا 400-500 ألف نازح على 500 ألف لبناني، كلهم جرعات سام رح يشربوا من الحنفيات، لأن المياه الجوفية خزاناتها بهالنقطة بالأساس. وتعليقا على إقرار الحكومة لخطة الوزير أكرم شهيب، أكد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أن المدينة لن تستقبل نفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني ما لم يتم تأمين مطمر للعوادم، مشددا على أن هذا الموقف اتخذته فعاليات المدينة بالإجماع. قال امبارح مع الوزير شهيب أنه معمل صيدا هي جزء من الحل اللي عم يقترحه، فبدنا نشوف يعني التفاصيل هل يعني هالموضوع، لانه نحن في الاساس
قلنا من الناحية الفنية المعمل بيقدر ياخذ 200-250 طن يومية زيادة على اللي عم ياخذوا من صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني وعين الحلوة. كان نحن عندنا دائما شرط انه نحن مستعدين نكون جزء من الحل، على شرط كمان انه يأمنوا لنا يعني مطمر للعوادم لمدينة صيدا، يعني ارسال نفايات هلا بدون تأمين مطمر نحن طبعا سنرفض ومش حنستقبل. رئيس الحركة البيئية بول أبي راشد أكد من برنامج الحدث أن حملة أقفال مطمر النعمي والحركة البيئية سيقرران الرد المناسب على موضوع إعادة فتح مطمر النعمي بعد اجتماعات تعقد بعد الظهر لهذه الغاية، مشددا على أنهم كجمعيات بيئية كانوا مغيبين عن مشروع المرحلة الانتقالية ضمن خطط الوزير أكرم شيب التي أقرت بالأمس في مجلس الوزراء. لم نطلع على المرحلة الأولى والثانية وامبارح اطلعنا عليهم وتفاجأنا، يعني خفت شوي عزيمتنا لأنه يلي سمعناه ونحن بعدنا منتظرين هلأ نحصل مزبوط على قرار مجلس الوزراء، لأنه بتعرفي في كل جملة ممكن يعني تفسيرها أو دخول من خلالها إلى يعني أمور أخرى 100%. عم نسمعه أنه الناس فايعة يعني لانه يعني بدل ما ياخذوا لهم الزباله كانوا كل يوم بيومه، هلا جمعوا لهم اياها رح ياخذوها كلها باسبوع واحد. والناس بمطمر النعمه بتحكيك بتقلك نحن بلشنا لاول مره منذ 17 سنه نقعد على البلكون، عرفوا مثل ما نحن عرفنا بوسائل الاعلام، يعني هالناس اللي كانت موجوده هون وهي عم بتناضل كل يوم من اجل التخلص من هالمطمر عرفوا بوسائل الاعلام. من هون انه الا يجدر كان انه نحن يتم التنسيق معهم والتفاوض، اذا بدك تفاوض او تفسير شو معقول يصير، ممكن اخذ قرار من الدوله بي 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 يعني بسياده كدوله انه انا هذا المكب انا مش رايح لاعملكم اياه مطمر وتطلع الريحه عليكم يا اهالي بصليم، انا رايح لاستعمله مركز فرز. طيب هالشي ما صار يعني وقعت الواقع. حتى اليوم كان ممكن هيدي النفايات انها تفرز بمكان من الأمكنة. امبارح اوحى الوزير شهيب وكأنه جمعيات البيئية اطلعت على كل الخطة، نحن ما اطلعنا على كل الخطة، اطلعنا على الخطة المستدامة بعد السنة ونص. وكان مجلس الوزراء الذي انعقد مساء أمس في جلسة استثنائية استمرت 6 ساعات قد أقر خطة الوزير أكرم شهيب لحل أزمة النفايات، وهي على مرحلتين انتقالية ومستدامة. وتتسم خطة شهيب كما شرحها مطولا بعد الجلسة بتوازن توزيع المطامر على المناطق وبإعادة الدور إلى البلديات في المرحلة المستدامة، بما يترجم مبدأ اللامركزية. وفي المرحلة الانتقالية جرى التوافق على اعتماد مطمرين صحيين في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في السلسلة الشرقية، واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا، والعمل على تأهيل مكب رأس العين في صور ومعالجة مكب برج حمود. كما تقرر نقل النفايات المتراكمة في بيروت إلى مطمر النعمي لمدة 7 أيام فقط، يبدأ بعدها إنتاج الكهرباء وتوزيعها مجانا على القرى المحيطة بالمطمر. وتقرر إبلاغ سوكلين عدم تجديد عقود التكنيس معها، كما تقرر توزيع حصص البلديات من واردات الخلوي. ركزت اللجنة على البعد البيئي الاقتصادي للحلول المقترحة في المرحلة الانتقالية، لذلك تم اقتراح مواقع معالجة تحتاج أصلا إلى تأهيل، هي مواقع مطامر تحتاج أصلا إلى تأهيل، هي ليست مطامر علمية، هي مكبات ستتحول إلى مطامر علمية. والمواقع المقترحة مكبين عشوائيين يحولان بالاستخدام إلى مطمرين صحيين، إضافة إلى درس إعادة تأهيل مكب برج حمود وإزالة هذا العبء البيئي والمسيء عن واجهة الساحل اللبناني، ونربح بذلك 330 ألف متر مربع من الأراضي النظيفة لصالح بلدية برج حمود. البلديات واتحادات البلديات مدعوة إلى أخذ دورها الذي يعيده مجلس الوزراء لها مع تأمين المستلزمات إدارياً ومالياً وبيئياً مع رقابة مركزية تتولاها الوزارات المعنية
والفريق الفني المختص. سوكلين عنده 3 عقود، عنده 3 عقود، في عقدين أبطلناهم اليوم، المعالجة والتمر. التمر سقط بعد إقفال مطمر النعم. المعالجة كانت تكلف حوالي 50 مليون دولار لإنشاء 300 طن، أو للوصول إلى 300 طن من الكومبوست. الذي حدث أن هذا الكومبوست لم يصل منه إلا القليل القليل، وعملية المعالجة لم تكن سليمة لأسباب عديدة. أهلا بكم من جديد. إعادة فتح مطمر النعمي بين الرفض والقبول من قبل أهالي البلدات المحيطة بالمطمر. التفاصيل مباشرة من بلدة عرمون، حيث ينعقد اجتماع أهلي لاتخاذ القرار المناسب بشأن المطمر. والزميل باسل العريضي معنا مباشرة. باسل، ماذا في تفاصيل هذا الاجتماع؟ وهل هناك تحرك للأهالي رفضا لإعادة فتح مطمر النعمي ولو لسبعة أيام؟ يعني فعلا كلارا، كان هناك يعني خلال الحملات في الأشهر الماضية والسنوات الماضية المطالبة بإقفال مطمر النعمي، تشكل عدة هيئات وعدة تجمعات أهلية ومدنية وشعبية مطالبة بإقفال هذا المطمر. اليوم هذه الهيئات لديها سلسلة من الاجتماعات وسلسلة من الخطوات. بدأ بداية كانت هناك عرمون بلدتي، قامت يعني أهل بلدة عرمون، هي أيضا من البلدات المتضررة من مطمر النعمي، قام الأهالي وعدد من الناشطين بالتجمع وعلى أي يصار إلى عقد أو قيام بتظاهرة أو تحرك بالتنسيق مع باقي التجمعات والتحركات اللي عم تشهدها وسط بيروت على مدخل مطمر النعمة. للتفاصيل أكثر كلارا، يعني أيضا كما ذكرت ربما هناك في بعض وجهات النظر أنه 7 أيام ممكن يمشي الحال فيها. البعض الآخر يقول أن هذا مسألة وطنية ومسؤولية وطنية، وبالتالي يجب تنفيذ مقررات مجلس الوزراء والقبول بفتح المطمر 7 أيام. التفاصيل أكثر مع فؤاد يحيى إلى جانبي، هو أحد الناشطين أيضا في هذا الموضوع. فؤاد، يعني اليوم مجلس الوزراء قال بده 7 أيام هذا المطمر على اعتبار أن تشيله النفايات المتبقية بالطرقات. هذا 7 أيام أيضا مش وارد. نحن عم نتابع، صلنا 2 سنين مع اللجنة الوزارية بهذا الموضوع، وللأسف كان كل تركيزهم وكل المواضيع كل المشاريع تبعهم هي لتخصيص هذا المشروع. ما كان في عندهم أبدا أي اتجاه بحل سريع وبيئي. ففجأة بأسبوع واحد صار عندهم حل، وحل هو للبلديات وأعطاهم الأموال للبلديات. فوين كان هذا الحل من 2 سنين؟ فجأة هلأ وصل حل. خلي ينتروا مثل ما نطروا 2 شهر، خلي ينتروا بعد 7 أيام وتروح زبالة على محلات تانية. بالنسبة لنا نحن بارح الساعة 2 بالليل تسكر الطريق النعمة، واليوم كمان عندنا تظاهرة حتكون على مدخل مطمر، حيشارك فيها جمعيات اللي عم تشارك بالمظاهرات ببيروت. بالنسبة لنا المطمر مقفل، وبعتقد الفعاليات المنطقة والنواب المنطقة هن بيعرفوا هذا الشيء. وبالنسبة للتجمعات اللي حتصير على داخل المطمر هي حتأكد هذا الشيء. طيب اليوم انتم كجمعيات وبعض فيكم بعض اعضاء المتخصصين بالشان البيئي، ما صار ما التقيتوا بما كنتم مشاركين بهذه اللجنه؟ الوزير يقول انه الجمعيات البيئيه شاركت وساهمت بالخروج بهذه الخطه. لا، صار في اجتماع مع الحركه البيئيه، تناقشوا بعض النقاط، ولكن ما صار في اتفاق ابدا على نقطه مطمر النعمه. للاسف انه بعد 17 سنه من تسبيبهم لهذا المطمر دائما بياخذوا القرارات بلا ما يرجعوا للناس، بلا ما يحكوا للناس، حتى من 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 العرش تبعهم بيعطوا الاوامر بفتح المطمر وتسكير المطمر. القرار حيطلع من عنا هالمره وهو عدم فتح المطمر ابدا. شكرا جزيلا لك. نضال، حضرتك ايضا ناشط بهذا الموضوع. بالنسبة لنا مثل ما قلت تفضل الأخ فؤاد، بس بدنا نقول بعد شغلة أنه بالنسبة لمطمر النعمة هيدا يعتبر سكر إقفال تام، ما بقى رح نفتحه نهائيا. وإذا صار في أي فكرة أنه يبعثوا كاميونات عليه، كل شوفير يتحمل هو مسؤولية، هني ما يتحملوا مسؤوليته، نحن مش مسؤولين عنه، لأنه ممكن يرجع يمكن لا. بس نضال اليوم يعني البعض يعتبر اليوم انه هذا الموضوع خطة وطنية شاملة، يجب الكل يضحي كرمالها. وكان تحدث الوزير اكرم الشهيب على انه يجب اتخاذ قرارات جريئة. نحن بالنسبة لنا هذه الشغلة صارت قصة كرامة، بطلت قصة مثل ما هو بياخذها خطة.
هيدي قصة كرامة إذا بده يفوت يكب بعد بالمطمر. نحن أخذنا قرار ممنوع يفتح ولا ساعة ولا دقيقة ولا ثانية، وهيدي قصة كرامة أهل المنطقة ما رح يرضوا فيها. يعني اليوم شو التحرك حيكون؟ في التحرك على الخمسة؟ اليوم التحرك على الخمسة رح يكون عبارة عن مظاهرة ضد فتح المطمر ولو دقيقة واحدة، وإعلان عن إنه نحن إذا هني عندهم خطة تصعيد أهل المنطقة عندهم أكتر رح يطلعوا بوجه تاني. اليوم مظاهرة سلمية، بكرة ما بنعرف شو رح تكون وجهها الآخر. يعني كلارا عم نشوف هذا الموضوع، هذه اراء اهالي بلده او النشيطين في بلده عرمون اللي كنا عم نتابع معهم فترات الماضيه والسنوات الماضيه موضوع اقفال مطمر النعمه. نحن على الموعد عند الساعه الخامسه عند مدخل مطمر النعمه لنشوف كيف رح تتطور الامور عند تلك النقطه. نعم كلارا. شكرا لك زميل باسل العريضي، طبعا نعود اليك من جديد عند الساعه الخامسه وفي حال ورود اي جديد. قضائيا أصدر القاضي جورج رزق قرارا ظنيا بالإعدام بحق طارق يتيم قاتل المواطن جورج الريف وعلى صديقته لينا حيدر بالسجن بتهمة التهريب والإيواء. جديد تداعيات العاصفة الرملية التي تضرب لبنان منذ 3 أيام وتستمر حتى السبت، نفى رئيس اتحاد بلدية جرد القايطة عكار عبد الإله زكريا في اتصال مع الجديد أن تكون العاصفة الرملية قد تسببت بوفاة السيدة آمنة العيسى 80 عاما من بلدة فنيدق، مؤكدا أن العيسى كانت تعاني من أمراض عدة وقد توفيت وفاة طبيعية. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت عن وفاة السيدة المذكورة من جراء العاصفة الرملية إثر إصابتها بضيق في التنفس. وفي صيدا لا تزال العاصفة الرملية مسيطرة على أجواء المدينة، حيث استقبلت مستشفى الهمشري في الساعات الماضية 45 حالة اختناق وضيق تنفس من مخيمي المي ومي وعين الحلوي، عولج بعضها في قسم الطوارئ وبعض الحالات استدعى وضعها البقاء في المستشفى لاستكمال العلاج. لبى البترونيون بكافة شرائحهم دعوة نقابة عمال وموظفي مستشفى البترون للاعتصام والتحرك احتجاجا على قرار فسخ العقد بين إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفى. وقد احتشد الموظفون في باحة سرايا مشددين على أن الضمان الاجتماعي قد وجد لخدمة الإنسانية، واعتبروا أنه من الوقاحة النيل من حقهم في ضمان صحتهم وهذا أمر بالغ الخطورة. وأكد المعتصمون رفضهم القاطع لكل القرارات التي تؤدي إلى زعزعة أسس هذا المستشفى من ناحية وجوده واستمراريته أو من ناحية صرف جميع العاملين فيه، لافتين إلى أن مستشفى البترون هو حاجة صحية لغالبية سكان المنطقة وهو مقصد أساسي لأبنائها. أهلا بكم من جديد. أعلن تنظيم داعش الإرهابي أنه يحتجز رهينتين روجي وصيني مطالبا بفدية مالية لإطلاق سراحهما، ولم يوضح التنظيم عبر مجلته دابق متى وأين جرى اختطاف الرهينتين، كما لم يحدد مقدار الفدية المالية التي يطلبها للإفراج عنهما، لكنه حذر في إعلانه من أن هذا العرض لمدة محدودة. من جهتها أعلنت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ أن أحد مواطنيها خطف في سوريا وأن بلادها ترفض الاستجابة لمطالب التنظيم، وقالت أن النرويج لا تدفع فدية لأن ذلك من شأنه أن يزيد خطر تعرض مواطنين آخرين للخطف، وأكدت أن حكومتها شكلت خلية أزمة لمتابعته. والرهين النرويجي يدعى أولي يوهان غريمسغارد ويبلغ 48 عاما ويعمل في جامعة تروندهايم للعلوم والتكنولوجيا بالنرويج، وكان أعلن في 24 كانون الثاني على صفحته على الفيسبوك أنه وصل إلى إدلب في شمال غربي سوريا، ولم يتضح حتى الآن سبب توجهه إلى سوريا. أما الرهينة الصيني فيدعى فان جينغوي 50 عاما ويعمل مستشارا بحسب دابق. أعلنت الشرطة المجرية أنها احتجزت عددا قياسيا من المهاجرين أمس بلغ 3321، وهو أكبر عدد تحتجزه من طالبي اللجوء في يوم واحد هذا العام، إضافة إلى 3313 مهاجر اعتقلتهم يوم الخميس الماضي. وبلغ عدد الوافدين إلى المجر هذا الشهر قرابة 22,000 مع وصول أعداد جديدة من المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للوصول إلى غرب
بأوروبا من صربيا عبر المجر. وقال متحدث باسم الشرطة أن نحو 3700 شخص تدفقوا على النمسا عبر حدود المجر اليوم، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين، تزيد من الضغوط على السلطات النمساوية التي تحاول ترتيب وسائل لنقلهم إلى ألمانيا. أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 123 وكيل وزارة ومدراء عامين من مناصبهم في إطار إصلاحات تهدف إلى الحد من الفساد وسوء الإدارة في العراق. ولم يذكر العبادي الوزارات التي طالتها هذه الإجراءات، لكنه قال في بيان: يحال المذكورون على التقاعد أو يكيف وضعهم الإداري بحسب القانون وفق تعليمات تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وكان العبادي ألغى في آب الماضي مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة، وقلص عدد الوزارات من 33 إلى 22 وزارة. قرر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي التصويت على 3 قرارات بدلا من قرار واحد في شأن الاتفاق النووي مع إيران، في خطوة رمزية لتأكيد رفضهم لهذا الاتفاق. وفي موازاة ذلك، تجمهرت حشود من أنصار حزب الشاي أمام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس تعبيرا عن رفضها الاتفاق النووي، وتأييدا للملياردير دونالد ترامب الذي يتصدر في استطلاعات الرأي قائمة المرشحين لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وقال ترامب مخاطبا الحشود: لم يسبق لي أبدا أن رأيت صفقة يتم التفاوض عليها بمثل هذا القدر من انعدام الكفاءة، في إشارة إلى اتفاق فيينا النووي. بدوره حذر السناتور الجمهوري تاد كروز منافس ترامب في الانتخابات زملائه الداعمين للاتفاق من أن أيديهم ستلطخ بالدماء، قائلا: إذا صوتتم لمصلحة إرسال مليارات الدولارات إلى المقاتلين الذين أقسموا على قتل أمريكيين، ستكونون مسؤولين بصورة مباشرة عن الجرائم التي سترتكب. كان في النشرة: خطة شهيب الانتقالية تفتح مطمر النعم لسبعة أيام، وتعتمد مطمرين في عكار والبقاع. أهالي مطمر النعم يتحركون مساء، وبلدية مجد العنجر ترفض مطمر المصنع. بيطلع يجيب نفايات لعنا لفوق ما رح يرجع، رح ينطمر فوق معهم. جملات في احتفال تأبيني باستشهاد الشيخ البلعوس: لا نتحدى أحد. نظمنا الخلاف مع حزب الله حول الثورة السورية، هم في موقع ونحن في موقع. مشاهدينا، هذا كان كل شيء في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.